السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية البكاء على فراق الحبيب في المنام. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا حلمت الفتاة العزباء بأنها تبكي على فراق الحبيب في منامها، فهذا الحلم يشير إلى أن هذه الفتاة العزباء سوف تحقق بكاء كبير، سوف تحقق نجاح كبير جدا في حياتها العلمية والعملية. إذا حلمت الفتاة التي تمت خطبتها أنها تشاهد في حلمها فراق الحبيب وأنها تفرح لهذا في منامها، فهذا المنام يدل على أن تلك الفتاة العزباء سوف تحب شخص آخر غير خطيبها، وأنها تريد أن تنفصل عن خطيبها. إذا شاهدت الفتاة العزباء أنها تبكي على فراق الأصدقاء في منامها، فهذا الحلم يدل على أنها يوجد شيء سيء سوف يحدث لأصدقائها، مما ينتج عن هذا أنها سوف تحزن. إذا شاهدت الفتاة العزباء أنها تبكي في منامها على فراق الأهل، فهذا الحلم يدل على أنها سوف تتزوج في القريب العاجل، والله أعلم. أما إذا شاهدت المرأة المتزوجة في منامها أنها تبكي على فراق زوجها، فهذا الحلم يدل على أن الحياة الزوجية الخاصة بتلك المرأة المتزوجة في الفترة القادمة سوف تكون مستقرة وسعيدة. إذا شاهدت المرأة المتزوجة في حلمها أنها سعيدة على فراق زوجها في منامها، فهذا الحلم يدل على أن المشاكل والخلافات سوف تكون كثيرة جدا بين تلك المرأة المتزوجة وزوجها، وأنها أيضا تريد أن تطلب الطلاق. إذا شاهدت المرأة المتزوجة في حلمها عناق الفراق، هذا يدل على أن تلك المرأة المتزوجة سوف تعيش حياة مليئة بالراحة والهدوء. أما إذا شاهدت المرأة الحامل أنها تبكي بشدة على فراق زوجها في منامها، فهذا الحلم يدل على أن تلك المرأة الحامل سوف تكون عملية ولادتها سهلة وبسيطة. وإذا شاهدت المرأة الحامل أنها تبكي على حلمها على حملها وعلى فراق والدتها، فهذا المنام يدل على أن تلك المرأة الحامل سوف تنجب طفل مثلما تريد. إذا كانت تتمنى أن تنجب ولد فسوف يكون المولود ولد، وإذا كانت تتمنى أن يكون المولود بنت فسوف تكون بنت. أما إذا شاهد الرجل في منامه بأنه يبكي على فراق زوجته، فهذا الحلم يدل على أن هذا الرجل الحالم سوف يتخلص من جميع همومه ومشاكله في الفترة القادمة، والله أعلى وأعلم. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية البكاء على فراق الحبيب في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.